إليكم فيلما تسجيليا بعنوان منارات سيناء الحديثة. حبة الرمل دول مش أي حبة رمل، ده رمل مشي عليه أنبياء وكلم عليه سيدنا موسى ربنا عز وجل. ولما حاول البعض يخطف حبة رمل زي دول اتروى بدم أبطال حافظت عليه. عشان كده هنفضل كلنا حابين كل ذرة رمل في سينا. الرمل ده كان في قلب صحراء، مسرح عمليات لحرب ضد عدو وفكر يعتدي على أرضنا، وشاهد على حربنا ضد إرهاب عمره ما نجح يوقفنا، وتحدي تنمية عمرنا ما نسيناه. اللي مشي على الأرض دي من كام سنة استحالة يقول إن الناس اللي بتواجه الإرهاب هتبقى قادرة تعمل تنمية، لكن مين قال إن المصريين ما يقدروش؟ المصريين على العهد دايما مع بلدهم ومع الإنسانية. نحن سنفتتح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم، فيها كل العلوم التي تتحدثون عنها، كل العلوم. النهاردة في قلب سينا وعلى رمل سينا مش بنبني جامعة واحدة، بنبني 3 جامعات في مشروع قومي في جنوب سينا بيحمل اسم جامعة الملك سلمان الدولية. خمستاشر كلية و56 برنامج في 3 فروع ذكية، سواء في الطور أو في راس سدر أو في شرم الشيخ، بتلبي احتياجات سوق العمل العالمية والثورة الصناعية الرابعة. أكتر من 25,000 طالب هتستقبلهم جامعة الملك سلمان الدولية بعد اكتمال مراحلها. طلاب من مصر ومن العالم كله بدأوا بالفعل يدرسوا في كليات بتراعي سوق العمل المصرية والعالمية، والأول مرة في مصر يبقى فيه كلية للزراعات الصحراوية، ونشوف أحدث مناهج العالم في علوم المياه والبحار جوه كلية العلوم. وما بننساش كلية الصناعات التكنولوجية الفريدة من نوعها اللي بتخرج مهندسين على أعلى مستوى في كل المجالات التطبيقية. أنا اخترت جامعة الملك سلمان عشان فيها بروجرامز مش موجودة في أي جامعة تانية في مصر، وإن في الجامعة أكتيفيتيز كتيرة جدا زي التنس، فوتبول، باسكتبول. جامعة في بلد سياحية زي شرم الشيخ. أصلا عايشة في شرم فقررت إن أنا أفضل في المدينة اللي أنا عايشاها، وشفت كل الكواليتيز اللي أنا عايزاها هنا، فليه أسافر أي مكان تاني وكل أنا عايزاه أوريدي هنا. من جامعات الجيل الرابع وما بعدها، وده إن دل فهو يدل على قوة التعليم فيها. تجربة جديدة على أرض مصر، وأنا حبيت إن أنا أخد التجربة دي. معي لخدمة أهلي.